اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية في مدينة القاهرة اليوم مع معالي السيد سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة. وخلال الاجتماع تم التأكيد على أهمية اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في الخروج بموقف عربي موحد من الهجوم العسكري للجمهورية التركية على شمال شرق الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وعلى ضرورة استمرار التشاور والتنسيق المشترك من أجل تعزيز أطر العمل العربي المشترك وترسيخ الأمن والسلم في المنطقة.